يتواصل العمل على قدم وساق في إنشاء المركز الوطني لعلاج الأورام بمستشفى الملك حمد الجامعي، إذ تملك البحرين مركزاً إقليمياً لعلاج وأبحاث مرض السرطان. الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة قال في تصريح خاص أدلى به إلى مركز الأخبار إن العمل في وضع أساسات المركز مستمر منذ 4 أشهر تقريباً على أن ينتهي العمل فيه مع حلول عام 2017. وأوضح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن المركز سيعمل بالتنسيق والتكامل مع مركز علاج الأورام بمجمع سلمانية الطبي، بحيث سيكون فيه تبادل للخبرات وبحث أفضل وسائل العلاج، بالإضافة إلى أن كل مركز سيعمل على سد النقص في المركز الآخر. وسيضم المركز الذي تزيد كلفته على 31 مليون دينار بحريني 120 سريرا، بالإضافة إلى احتوائه على مركز لزرع النخاع، وسيعد الأول من نوعه في الخليج العربي مجهزا بأحدث التقنيات العلاجية المعتمدة عالميا لعلاج الأورام السرطانية. ومن المؤمل أنه سيفي بالاحتياجات لمعالجة مرضى السرطان حتى عام 2030. مركز الأورام اوريدي اشتغل، يعني يشتغلون فيه في البنيان. طبعا هناك في يمكن الأرض هناك مدفونة، فجالسين يحطون فيها يعني الستراكشر قوي حتى يعملون عليه اللي اسمه. تقريبا الحين خلصوا يعني الاساسات الارضيه، وان شاء الله بيطلع البنيان قريبا. هاي خلاص صاروا يمكن حوالي 3 أو 4 أشهر مشتغلون تنسيق وتكامل مع السلمانيه. شلون بيكون في تنسيق؟ على اساس انه يكون تخصصات الاطباء يشتغلوا تقريبا هنا وهنا، يعني ما بيكون تقريبا يستعملنا هاي بروحه وهذا بروحه، لازم يكون يعني يتكاملوا في بعض بعض. الناقص يسدده يعني الكامل هنا، فالاثنين يتكاملوا مع بعض.